أيمن الشراونة أسير محرر خاض تجربة الإضراب عن الطعام لنيل حريته. 260 يوما من الحرمان كادت أن تفقده حياته. أيمن يستشعر بخطورة الحالة الصحية للمضرب عن الطعام محمد علان، ويتحدث عن عذابات لم تقابل بمساندة شعبية ورسمية كافية. التضامن والاعتصامات والمسيرات والمؤسسات والمؤسسات الدولية هنا التي تعمل في فلسطين، وأيضا السلطة الفلسطينية لم يقدموا أي شيء ملموس إلى أسرانا. الأسرى يحتفظون بذاكرة مؤلمة عن تجاربهم في الإضراب عن الطعام والتغذية القصرية، تغذية أودت بحياة من مارس الاحتلال بحقهم هذا الاعتداء الذي يوصف بمثابة وسيلة أخرى للتعذيب بذرائع صحية. نحن نعتبر أن هذا يعتبر اعتداء من حكومة الاحتلال الإسرائيلي على الحرية الشخصية التي من حق الأسير أن يعبر عن نفسه بالطريقة التي يراها، وهذه الدولة تدعي الديمقراطية ولكن للأسف لا تمارسها ضد الأسير الفلسطيني، وهي دولة عنصرية. وكذلك يعتبر التغذية القصرية هي بمثابة باب من أبواب التعذيب النفسي والجسدي. بخلاف الإضرابات الجماعية التي تختص بالحقوق المطلبية للأسرى، فإن الإضراب عن الطعام بشكل فردي عادة ما يحمل بعدا سياسيا يتعلق بالحرية، خصوصا للأسرى الإداريين كما هو الحال مع الأسير علان، إضرابات يحاول الاحتلال وأدها بشتى الطرق. بعد نجاح تجربة الشيخ خضر عدنان ومحاولة الأسير علان، تجد نفسها إسرائيل محرجة أمام العالم وأمام المجتمع الدولي وحتى أمام الجمهور الإسرائيلي. لذلك هي تحاول التصعيد في ملف الأسير علان حتى لا تتحول هذه الإرادة من قبل الأسير الفلسطيني علان وخضر عدنان وباقي الأسرى إلى قرار جماعي للأسرى الفلسطينيين لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في الأحكام الإدارية. في مقابل الآلام التي تنخر في أجساد الأسرى المضربين عن الطعام، خصوصا أولئك الذين يتهدد الموت حياتهم كالأسير محمد علان، تبدو الفعاليات المساندة لهم محدودة ولا ترتقي لمستوى عذاباتهم. محمد الأصل، تلفزيون القدس، من مدينة غزة. أينما أذهب عنواني يبقى دائما القدس. أنتم أيضا يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس.com. ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.